عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نقوم إن شاء الله بإنجاز التمرين 10 صفحة 72 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات. إذا السؤال شنو قالوا لنا هنا؟ نعتبر المثلث أ بي سي حيث أ بي تساوي 5 سنتيمتر، أ سي تساوي 7 سنتيمتر، و بي سي تساوي 8 سنتيمتر. أولا أنشئ النقط أم بي كيو من بي سي، القطعة بي سي والقطعة أ بي والقطعة أ سي على التوالي، بحيث يكون الرباعي أ بي أم كيو متوازي الأضلاع. إذا لإنشاء المثلث أول حاجة غادي نرسم، نرسم هنا مثلا أبي في 5 سنتيم، أبي في 5 سنتيم، ثم غناخد البيكار، وعندي بي سي، عندي أسي كتساوي 7، عندي الفتحة فيها 7 سنتيم، وناخد داك البيكار نحطو 7 سنتيم وندير قوس، ندير قوس، ثم ناخد البيكار وندير بي سي فيها 8 سنتيم، ناخد المسطرة عاود ناخد فتحة البيكار ندير في المسطرة 8 سنتيم وندير القوس الثاني. فين كيتلاقاو لي النقطتين غادي نجمع، غادي نجمع ونلقى النقطة سي. وعيد كناخدو البيكا ونفتحو 5 سنتيم ونجي لبي وندير قوس، ثم ناخد البيكا ونفتح 8 سنتيم ونجي لبي ونفتح قوس، لأن بي كتساوي 8، إذا الأصل غيكون هو بي. وهاديك النقطة فين كيتلاقاو هي النقطة سي، ويكون بذلك عندي أ بي تساوي 5 و بي سي كيما طلبو لي 8 و أخرى 7. قالك سيدي ام بي كيو نقاط من بي سي، بحيث الرباعي ا بي ام كيو متوازي الاضلاع، اذا ا بي، اذا قالوا لي ام نقطه من بي سي، ام نقطه من بي سي. ناخذ مثلا هنا هذه النقطه ام من بي سي، وناخذ النقطه بي بحيث يشكلوا لي متوازي الاضلاع. ناخذ بي من ابي، بي من ابي بحيث يكون متوازي، يكون هاد ام بي كيوازي اسي، ثم ناخذ كي بحيث يكون ام كي كيوازي ابي، يعني كيوازي ابي بحال هكا. تكون هنا النقطه كي، لان قالوا لنا ما ا بي ام كي متوازي الاضلاع، يعني يكون هذا الرباعي متوازي أضلاع، وكون بذلك جاوبت على السؤال رقم 1. ثانيا قلت نفترض أن إم بي كتساوي إكس زائد 1، عطاونا إم بي كتساوي إكس زائد 1. أصغيرا قالك بين أن إم بي كتساوي 7 عامل إكس زائد 1 على 8. إذا أنا باش يمكن لي نوصل لهاد النتيجة، بما أن عندي هنا التوازي هنا باش نلقى المسافة ام بي، كنفكر في الطاليس المباشرة، هذا السؤال رقم 2 بطبيعة الحال، صغيرة، سؤال 2 صغيرة، هذا 1. إذا ام بي، ام بي هي هذه، إذا غندير بي ام على بي سي كتساوي بي بي على بي ا، كتساوي ام بي اللي كنقلب عليها على سي ا. هادي هي الطريقة اللي نطبق، ولكن قبل ما نطبق الطريقة خصني نحط المطايح. ندير لدينا ام بي يوازي اسي، نقط بي بي ا، بي 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 ا، و بي ام سي مستقيمية في هذا الترتيب، مستقيمية في هذا الترتيب. إذا حسب مبرهنة الطريس المباشرة كما قلت دابا، ام بي ام على بي سي كتساوي بي بي على بي ا، اللي كتساوي ام بي على سي. انا في هاد المعطيات شكون اللي عندي في المعطيات كنعرف، كنعرف ام بي هي بي ام، كنعرف بي سي، كنعرف سي ا. اما بي بي هاد بي بي هادي ما كنعرفهاش، غيوليو عندي جوج المجاهيل الا استعملت هاد النتيجه هادي. اذا غنستعمل انا هادي ثم هادي من الطريق ديالي. اذا ومين هو غادي ناخذ غير هذا الجزء من الطريس المباشرة
لان هي اللي يمكن لها توصلني ل ام بي. اي هنا غندير جداء جداء هنايا، هذه قسمه غتولي جداء، تولي بي ام على بي سي عامل سي ا كتساوي ام بي. اي بي ام عطاوني هي اكس زائد واحد في المعطيات، بي سي عطاونا كتساوي 8، و سي ا او ا سي، سي ا ولا ا سي راه بحال بحال، ا سي تساوي 7 كتساوي ام بي. لاحظتوا هنا الجداء تبادلي، غتولي 7 عامل اكس زائد واحد كل على 8. نكون بذلك جاوبت على السؤال ديالي رقم ا صغيرة. قالوا لنا ثم استنتج ام كيو بدلالة اكس، ثم استنتج ام كيو، ام كيو بدلالة اكس، ام كيو هذه المسافة هذه نسنجوها. نفس الطريقة عندنا ام كيو يوازي ا بي، ثم عندنا النقاط ام سي ام بي و سي كيو ا مستقيمة في هذا الترتيب. غادي نكتب نفس الكتاب اللي في الاول باش نطبق الطريقة المباشرة غنديرها. اذا لدينا ام كيو، راه قالوا انهما الرباعي ا بي ام كيو متوازي الاضلاع، اذا غيكونوا ام كيو كيوازي ا بي لان بي تنتمي ل ا بي، يوازي ا بي و نقط سي ام بي، سي ام بي و سي كيو مستقيمية في هذا الترتيب. إذا حسب ورهان الطريق المباشرة غيكون عندنا سي ام على سي بي كتساوي سي كيو على سي ان كتساوي ام كيو على بي ا او ا بي بحال بحال، ا بي ولا بي ا راه بحال بحال لان يعني المسافه متساويه. اذا هما طالبين مني نلقاها هنا السؤال الثاني ام كيو، يعني نلقى هادي، اذا غناخذ هادي وناخذ اللي عندي معرفه هنا، عندي سي كيو سي ا، سي كيو على سي ا يصعب عليا باش نلقاها، إذا غناخد هنا قالك بدلالة إكس، إذا غناخد هادي واحد، و سي إم واش كتساوي سي إم عندنا؟ سي إم واش كتساوي؟ كتساوي هي بي سي ناقص ناقص بي إم، هي بي سي ناقص بي بي إم، غنستغل هاد المعطية في سي إم هنا، إذا ندير من برهان الطريق نخلي هاد المعطية عادة نستعملها إن شاء الله، ومنه منه شنو يكون عندنا؟ عندنا سي ام على سي بي عامل ا بي كتساوي ام كيو اللي كنقلب عليها. عندنا سي ام قلنا كتساوي بي سي ناقص بي ام على سي بي في ا بي تساوي ام كيو. كاين بعض الكلام كيتحاول ما كاين الاختزال، ما كاينش الاختزال لان عندك هنا الفرق، فاش يكون الفرق ولا الجمع ما كاينش الاختزال، كيكون الاختزال فاش يكون الضرب، وكان عندنا الضرب عاد نختزلو. اذا بي سي كتساوي 8 ناقص بي ام، بي ام لقينا كتساوي عطاونا اكس زائد واحد على 8 في ا بي، ا بي تساوي 5 في المعطيات كتساوي ام كيو. لكن نساعد العبارات ضروري منهم، اي ام كيو كتساوي هنا 8 ناقص اكس ناقص واحد على 8 في 5، هنا 8 ناقص واحد يساوي 7 ناقص اكس على 8 بعد نضربها في 5 يساوي ام كيو. وهنا يمكن لك تنشر تنشر اتولي ندير هنا ام كيو تساوي انشرو 7 في 5 35،
سبعة في إكس هي ناقص خمسة إكس على ثمانية، ونقوم بذلك لقيت إم كيو ديالي. السؤال بي، السؤال بي قال لك أوجد إكس إذا علمت أن محيط أ تي إم كيو يساوي 14. إذا المحيط كيساوي 14، نمسحو من هنا، ندير هنا قوس السطور، ندير قوس ديال بي، بي قال لك المحيط، المحيط ديال متوازي الأضلاع هو جوج المرات الضلع، الضلع زائد الضلع، غناخدو جوج الأضلاع اللي متقابلة بالرأس، مثلا ناخد إم كيو اللي لقيت ونلقى إم كيو. كناخدو جوج متقاربين عاد نلقى قالك لي انا ولك بدلالة اوجد اكس، اكس اكس كاينة في ام كيو وكاينة في ام كيو، و ام كيو كيشكلو ضلعين ديال متوازي الاضلاع، اذا المحيط كيساوي بالكامل 14، لان محيط متوازي الاضلاع هو بحال المحيط، بحال المحيط المستطيل، لان كل مستطيل فهو متوازي الاضلاع، اذا هو مجموع الضلعين ديالو اللي متقابلين بالزاوية، كيما شفنا هنا بي ام ام كيو متقابلين بزاوية، يعني كيتشاركو بزاوية، ما ناخدش ام كيو زائد ابي، هادو متقابلين، كناخدو جوج الاضلاع غير متقابلة في متوازي الاضلاع، بحال كناخدو في المستطيل، طول زائد الارض. اذا غننشر هي جوج المرات ام اي زائد جوج المرات ام كيو تساوي، ولا نقسم، ندير احسن نقسم ام بي زائد ام كيو كتساوي 14 على جوج، هي سبعة كتساوي ام بي، ام بي لقينا كتساوي سبعة عامل اكس زائد واحد على ثمانية، و ام كيو لقينا 35 ناقص خمسة اكس على ثمانية، اذا اللي هي سبعة اكس زائد سبعة زائد 35 ناقص 5x على 8 تساوي 7، لان المقام ديالو لاحظتو هنا موحد، يعني ما غنحتاجش انا شي حساب اخر، اذا 7x ناقص 5x هي 2x، و7 زائد 35 هي 42، هنا شنو 42 كيساوي 7، سبعة في ثمانية، إذن هي 2x تساوي سبعة في ثمانية هي 56، نقصو من 42 ندوز لهيه، كتعطينا جوج إكس تساوي ستة ناقص جوج أربعة، خمسة ناقص واحد، إذا إكس كتساوي 14 على 2 اللي هي 7، إذا إكس يساوي 7. بالنسبة في المقرر ديالنا عطينا إكس كتساوي 12، ما عرفتش أنا من جوا شنو من طريقة دارو، المهم أنا بالنسبة ليا راه كتساوي 7، لأن هادي الطريقة اللي بانت لي، عاودتها عاودت الحساب لقيت 7، ما لقيت شي حاجة أخرى، هكذا نقول إن شاء الله تعالى، المهم عندنا في هادشي كامل هو الطريقة ديال التمرين، أما بالنسبة للنتائج راه كيشوف الناس كيغلطو بزاف في الرياضيات، لا هو علاش، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.